خليني في البداية، علاء، ليه التيار السلفي في مجمله كده أخذ موقفا؟ هو عنده موقف داعم للمعارضة السورية المسلحة في مجملها يعني، ولما بنقول يا جماعة ميزوا بين المعتدل والإرهابي، لا يعني لا تعتبرونا إنه هناك أطراف إرهابية في المعارضة السورية المسلحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في البداية أنا أحب أرحب بحضرتك وبالسادة الضيوف، ويهمني أن أنا أكد على النقطة اللي حضرتك قلتها، وهي العلاقات المصرية السعودية. السعودية ومصر الاثنين قلب الأمة العربية وقلب الوطن العربي عموما. فأي خلافات وأي مشكلات يمكن إزالتها، ويا ما حصل بين الدول خلافات، لكن بين الأشقاء لا يوجد أي خلافات إن شاء الله. لكن حضرتك سألنا عن الموقف السلفي، هو مش في الغالب مش الموقف السلفي بس حضرتك، ده موقف كتير من المصريين داعم للثورة السورية. الثورة السورية اللي كانت في بدايتها قبل 5 سنوات، واللي تحولت عن طريق بعض العناصر الخارجية اللي اندست أو اللي دخلت، أو بعض القوى الاستعمارية العالمية اللي هي أشعلت النيران من أجل مصالح خاصة. لو اتكلمنا دلوقتي إيه اللي موجود داخل سوريا؟ في إرهاب داخل سوريا، وفي ثورة داخل سوريا، في معارضة حقيقية من الشعب السوري، وأيضا في إرهاب من كلا الطرفين، سواء كانت جماعات إرهابية أو سواء كان إرهاب روسي إيراني من حزب الله داخل في سوريا، ده لا أحد ينكره. أنا شخصيا أو إحنا كمجموعة بتكلم عن ائتلاف الصحب والآل بنقول، لكن شوف انت لم تتحدث عن ارهاب امريكي مثلا، ما احنا يعني المعسكر الامريكي ما بتجوش جنبه، لا وامريكا قبل ولا اسرائيل، لا ما يعني انتم مركزين على انه الروس بيقتلوا في سوريا، ما لكن الروس الامريكان بيقتلوا ايضا. يعني سعادتك دلوقتي انت ناسي الاتفاق اللي تم يوم 9 سبتمبر بين روسيا وامريكا، التنسيق الدائم ما بين روسيا وامريكا في الامر لا يخلو من امريكا، لا يخلو من اسرائيل، ايضا لا يخلو من حزب الله، لا يخلو من الميليشيات الحشد الشيعي الشعبي اللي هو بيقاتل حاليا في سوريا، لا يخلو من جماعات مسلحة إرهابية حسب التصنيف للأمم المتحدة وحسب تصنيف المنظمات العالمية، لا يخلو أيضا من روسيا اللي بتحافظ على مكان حافظ الأسد من أجل مصالح خاصة، وهي بشار الأسد، بشار الأسد، وهي المياه الدافئة. روسيا ما عندهاش أي فرصة تصل إلى المياه الدافئة إلا عن طريق. بس خليني يعني ليه التيار السلفي، يعني ما تشوف بيان حزب النور وموقفكم وموقف كل القوى السلفية، لا هي بتأخذ موقفا، يعني أنا أمام موقفين، يعني في موقف مصري وفي موقف سعودي، تأخذون موقفا داعما للموقف السعودي. ليه احنا بنقول ان احنا لا نتبنى الموقف السعودي؟ لان انا مش سعودي ولا هتكلم، لا ما حدش قال الموقف السعودي اللي هو الداعي لاسقاط نظام الاسد اولا، والتعامل مع روسيا على انها هي التي تقتل وهي المعتدي، وان لابد من حظر الطيران. روسيا بتقول انه حظر الطيران حيمنعني من ملاحقة الجماعات الارهابية، وبالتالي دي نقاط خلافية. موضوع الجماعات الإرهابية اللي روسيا بتلاحقه، هتفرق إزاي على الأرض يا أستاذ وائل بين طفل رضيع وبين واحد إرهابي بيحمل سلاح؟ مستحيل. طلعة جوية يعني معناها أنها بتقصف على مدينة، بتقصف بيت قد يكون فيه طفل صغير، واحدة مسنة، ده أمر طبيعي. روسيا بتمارس إرهاب داخل في اليمن، يعني زي ما بتعمل السعودية في اليمن. لا، السعودية طبيعي برضه زي مصر ما بتعمل في اليمن، لأن مصر مشاركة في عاصفة الحزم، وما تنساش حضرتك يا أستاذنا. لا مصر مشاركة في عاصفة الحزم. لا غير صحيح، غير صحيح. لكن أنا طيب غير صحيح يا أستاذ. لا هذه المعلومة غير صحيح. يعني هو لا صحيحة 100%. لا هي مصر جزء من التحالف. لا غير صحيح يا أستاذ وائل. جميع الدول، لا لحظة واحدة، حق السعودية إنها تقتل. وضحها بس. عشرات المئات في صنادق عزاء. السعودية بتساند صنادق عزاء. السعودية ومصر ولا يحق للروس انهم يعملوا نفس الحكاية. روسيا بتقتل الاطفال والسعوديين ما بيقتلوش، ومصر في السعوديين ما بيقتلوش اطفال في اليمن. استاذ ما بيقتلوش السوريين نفسهم، ما بيقتلوش اطفال. خلينا بس يا استاذ، لا تتكلم بمارس، ما ينفعش نسكت على معلومة غير صحيحة. طيب ما هيجي عليك الدور، هيجي عليك الدور وكلنا عارفين. طيب لكن الدولة العربية السعودية بتساند قوة شرعية ضد ميليشيات الحوثي المسلحة. طيب عشان ما بعيدش، طيب عشان ما بعيدش عن الشرعي، الأسد مش رئيس منتخب. طيب قام عليه الشعب، قام عليه الشعب. مين اللي قام عليه الشعب؟ لم يحصل. ليه ده في 181 دولة في سوريا،
ده دي عند احصائيات حضرتك. لا لكن لا الشعب لا لما لا بدأ بثورة اثناء الثورة المصرية كان في ثورة وكانت سلمية واستمرت لمدة سنة الا انه بدأ يقتل فيهم ويرمي عليهم الكراميل. وبعدين من اللي امم الثورة وخرج بها الى اطار العالمي؟ اي ثورة؟ اي ثورة؟ ثورة سورية اللي حضرتك يعني هي ثورة؟ اولا نبدأ انها ثورة. لا مش ثورة. طب ما حضرتك لسه قايل انها ثورة. لا انت اللي بتقول. انا بقولك حضرتك انا بسألك سؤال على لسانك. بقولك انت بتتحدث ثورة سورية العالم كله كان بيتحدث عنها على انها طيب. ثورة ولهم مطالب شعبية وطلعوا بطريقة سلمية. اظن حضرتك يعني ممكن تعرض الاناشيد اللي كانوا بيعملوها والوقفات اللي كانوا ماشي بيعملوها ماشي. لان تم القاء القنابل عليهم. ولما تدخلت السعودية وقطر وتركيا وخلافه وامريكا واسرائيل اصبحت هناك لم تعد هناك ثوره. هو حضرتك وكان بس دقيقه واحده حضرتك حضرتك حضرتك, 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 حضرتك دلوقتي بتمنع لي التدخل المصري او السعودي في اي مكان وتبيح التدخل حزب الله الارهابي. لا لا في نفس لا حزب الله مش ارهابي. لا ارهابي. لا 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 ارهابي. حزب الله حزب الدول العربيه. يا اخي الدول العربيه قرار ان حزب الله ارهابي. مؤتمر وزراء الداخلية. يا أخي ده يعني أنه مش إرهابي. لما أمريكا تقول أنه حزب الله إرهابي هذا يعني أنه حزب مقاوم. مصر اللي قالت يا أستاذ. حزب مقاوم. مين اللي قال؟ تعلن. وأي تعلن. مصر يا أخي. طيب. مصر عشان ما نبعدش. مصر أعلنت في وزراء هذا خطأ سياسي ودبلوماسي ما كان ينبغي لمصر أن تأخذ. جماعة مجلس الخليج مجلس التعاون أعلن أنه حزب إرهابي. جامعة الدول العربية حزب إرهابي. يا أخي بعيد الخلايا مع الأمريكان مع إسرائيل. يا أخي وإسرائيل بتقول إيه على حزب الله؟ ايه هو التوصيف اللي بتقوله اسرائيل على حزب الله؟ لا تاني. سؤال مهم. ده شق ثاني. لا مش اسرائيل عمرها ما هذا هو الشق الاساسي. اسرائيل عمرها ما اختلفت مع حزب الله بدليل حرب تموز المزعومه في 2006 لما حسن نصر الله طلع. مش عايزين بس مش عايزين نبعد عن الموضوع. طيب قبل ما اسال بس ستفق. لكن هنا البعض يعني هيقول لك ناخذ عليكم كان يجب ان تساندوا الموقف المصري وليس الموقف السعودي. نحن نساند الموقف المصري بكل ما أتينا من قوة. مصري الحكومة المصرية وأقصد بها القيادة المصرية أنا أساندها بكل ما أتيت من قوة. ولكن إذا وجدت أنا كفرد عادي مواطن من المواطنين المصريين وجدت أن في قرارات يتم اتخاذها أنا شخصياً مش موافق عليه. لا من حق ما هو حد. فمن حق الاعتراض. إنك لازم من حق الاعتراض. مفيش حد قالك إنك لازم توافق على كل محاور السياسة الخارجية تمام المصرية. تمام. بس إحنا أمام أزمة كبيرة. مصر قيادة المشروع الروسي. أنتم في بيانات معظم القوى السلفية تعتبرون يعني روسيا وكأنها هي القاتل الوحيد مع إنه الساحة فيها أكثر من قاتل يعني. تمام. وإحنا الحقيقة ضد القتلة جميعاً. وأنا مع حضرتك بالضبط. روسيا لما قدمت مشروع على المشروع ده سعادتك مشروع الهدنة تم أكثر من 5 مرات تصويت عليه في مجلس الأمن ولم يفلح خالص. يعني دي المرة 5. روسيا وأمريكا اتفقوا في 9 سبتمبر 99 على أساس عمل هدنة استمرت لمدة أسبوع. الهدنة دي حلول مؤقتة يعني. لكن القرار طيب. الفرنسي اللي تم تقديمه أشار فيه هو نفس القرار الروسي على فكرة. ما فيش فيه أي اختلاف غير في نقطة واحدة بس وهي وقف الطلعات الجوية الروسية محددة بالاسم على مدينة حلب وعلى كافة أرجاء روسيا. لا وفي بند تاني ان روسيا كانت بتطالب في مشروعها يعني انك تفصل المعتدل عن الإرهابي. وانا مع في الجماعات ممتاز المعارضة ممتاز. لكن على أرض الواقع لا يمكن انك انت تفصل حضرتك ما بين إرهابي وغير إرهابي زي ما قلنا ان طفل موجود مش هتقدر تفصله عن واحد إرهابي. لكن اللي انا بنتقد فيه انا ما بنتقدش فيه انا بنتقد فيه وطبعا ان الحكومة المصرية او الخارجية المصرية بالتحديد لما وافقت على المشروع الفرنسي وهو مشروع قوي جدا لو تم تنفيذه وهو محكوم عليه بالإعدام من الأول لأن روسيا تستخدم حق السفير.